اليوم عدد كبير من إجمالي المواليد الذكور بيعانوا من مشكلة الخصية المعلقة أو الهاجرة كمشكلة طبية شائعة بتصيب الأطفال، ممكن عند الولادة بسبب الولادة المبكرة أو ممكن أسباب تانية، ممكن تكون جينية بيئية والعديد من الأمور. فالكشف المبكر عن هذا الموضوع كتير مهم لعدم تفاقم الحالة عند الأطفال وتأثيرها على الإنجاب بالمستقبل. لنحكي أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع، بيسعدنا أنه يكون ضيفنا الدكتور عدنان حسامي، اختصاصي بالجراحة البولية عند الأطفال. يسعد صباحك دكتور. صباح أهلا وسهلا فيك. صباح الخير حكيم، وأهلا وسهلا بحضرتك، نورت صباحنا. عم نحكي اليوم عن مشكلة طبية خلقية مثل ما ذكرت حضرتك بهذا النوع يعني، وممكن ترافق الطفل عدة أشهر، ممكن طبيعيا ترجع تستقر الحالة للوضع الطبيعي، ممكن يوم رحنا روح للتدخل الجراحي. بداية خلينا نعرفها بالمصطلح الطبي والعلمي. هلا موضوع الخصية الهاجرة موضوع أول شيء كتير مهم وحساس، وبتشكركم إنه أنتوا يعني طرحتوا وراح تضووا عليه، لأنه التأخر في تدبير الخصية الهاجرة قد يودي بوظيفة الخصية. أول شيء يعني فكرة عامة مشان تثقيف الإخوة المشاهدين، الخصية إلى وظيفتين. الوظيفة الأولى هي وظيفة إنتاج الحيوانات المنوية، والخصية والوظيفة الثانية هي إنتاج الهرمونات الذكرية. التأخر في علاج الخصية الهاجرة قد يودي بوظيفة إنتاج الحيوانات المنوية مع الإبقاء على الوظيفة لإنتاج الهرمونات. الخصية بالحياة الجنينية بتكون قاعدة عاليا قرب الكلية، وتسير رحلة أثناء الحياة الجنينية من عند الكلية وتخترق جدار البطن وتستقر في الصفن. المفروض الخصية قبيل الولادة أو بعد الولادة بأسبوع أسبوعين ثلاثة ماكسيموم تكون استقرت ب كيس الصفن. كيس الصفن هو الكيس اللي تستقر فيه الخصية. هلأ كل تأخر بنزول الخصية إلى الصفن هذا هو عبارة عن حالة مرضية. كيس الصفن وظيفته أو أهميته أنه هو عم يأمن حرارة أقل من حرارة الجسم بعدة درجات، لأنه الخصية بعد عمر معين يعني بعد السنة الأولى من العمر مبدئيا لا تتحمل حرارة الجسم، لازم تكون حرارتها أقل من حرارة الجسم بعدة درجات. الصفن هو عبارة عن مكان يؤمن حرارة أقل للخصية. هلأ الخصية العدم المانة نازلة أو مانة مستقرة بالصفن سوف تتعرض لحرارة الجسم، وهذه الحرارة سوف تؤثر على الوظيفة الإنتاجية اللي هي إنتاج الحيوانات المنوية. تمام دكتور، يعني خلينا نوضح أكثر بأي عمر ممكن تصيب هي المشكلة الأطفال؟ عندنا اليوم أعراض أو دلالات أو علامات بتشير أنه الطفل عنده هي المشكلة؟ الواقع كثير من الأهل وأحيانا الأطباء يعني يغفلوا فحص الصفن. لازم ينفحص الكيس الصفن دائما من قبل الطبيب ومن قبل الأهل، ولازم نشوف أنه الخصيتين مستقرتين بالكيس. هلأ كل تأخير بعد الشهر الثامن إلى الشهر 12 من العمر هذا يسبب إشكال بالخصية. كان في أخطاء شائعة أنه ينتظروا لعمر المدرسة أو لعمر السنتين أو لعمر النظافة، طبعا هذا خطأ. الخصية مثل ما عم نقول لازم تكون استقرت بالصفن بهذا العمر. هلأ الخصية قد تكون غائبة أو ما نازلة نهائيا، قد تكون موجودة في البطن، قد تكون موجودة في القناة الإربية، قد تكون شيء اسمه خصية هاجرة. الهاجرة هي بتكون نازلة ولكن رايحة لمكان آخر، قد تذهب إلى الناحية الفخذية، الناحية الإربية، قد تكون في منطقة العجان قرب الشرج، فهي أيضا من الحالات المرضية التي يجب أن تعالج.
هلا الرسالة المهمة انه نحن قبل نهاية السنة الأولى من العمر يجب أن تكون الخصية قد استقرت في الصفن بشكل جيد. هلا الموضوع الواقع هو بين إفراط وتفريط، يعني في كتير حالات تهمل وهذا تفريط ويتهاون فيها وكشفها بعد بسن متأخرة، حتى العلاج بيكون أصعب، يعني رحلة العلاج لو متكون غير صعبة مفيد حتى. كان على الطفل أو كان على حتى على الطبيب اليوم، يعني الكشف طبعا. المبكر دائما هو الخطأ الثاني هو الـ الإفراط في التشخيص. للأسف نحن بنشوف كثير أطفال الخصية عندهم بتكون وضعها جيد ومستقرة بالصفن، هي من النوع الخصية النطاطة أو الخصية النواسية، الحبل المنوي طوله جيد، الكريمستر أو العضلة الرافعة للخصية بتكون هي عضلة نشيطة تحرك الخصية، فيعتقد أنها خصية هاجرة وتعالج أحيانا جراحيا وأحيانا هرمونيا بدون مبرر، علما أنه هي عبارة عن خصية طبيعية. طيب دكتور، خلينا نروح لموضوع الأسباب، كونه نحن عم نحكي عن حالة شائعة عند الذكور وهي خلقية، فالأسباب حتكون متعددة. ذكرنا بالمقدمة أنه ممكن الجينات الولادية المبكرة، وهل اليوم الوراثة عم تلعب دور كبير بتوريث هي الجينات للطفل؟ الواقع هو ما هو موضوع مرض وراثي بالخاصة، يعني ما في صيغة وراثية أو عبارة عن آلية وراثية واضحة لموضوع الخصية الهاجرة. نحن بنشوفه يمكن قد يكون عائلي أكثر، في بعض العائلات يتواتر ذلك عند أكثر من العائلات الأخرى، بس ما هو عبارة عن مرض وراثي. هلا الأسباب قد تكون هرمونية، الأسباب قد تكون فتق مرافق، في عنا كثير حالات يمكن أكثر من 70-80% من الحالات سبب الخصية الهاجرة أنه في عنا فتق مرافق لم يسمح بنزول الخصية وهو يشكل عائق، وهذا لازم ينقام كيس الفتق أثناء العمل الجراحي حتى نحسن ننزل الخصية ونثبتها بالصفن. هلا نحن كمان لازم نعرف أنه في عنا حالات بيكون الحالة بالطرفين، حالات بيكون الخصية موجودة في ضمن البطن، حالات ضمن البطن تستدعي تنظير البطن، لازم ينعمل تنظير للبطن، لازم يبحث عن الخصية وممكن إجراء الجراحة عبر التنظير وأحيانا على مرحلتين. المرحلة الأولى منطول فيها الحبل المنوي ومنثبتها في منطقة بالبطن، وبعد 6 أشهر يتداخل مرة ثانية وتنزل بشكل كامل إلى الصفن. هي بالحالات اللي بيكون فيها خصية بطنية. تمام دكتور، بالنسبة لأضرار الخصية الهاجرة، هل هي ممكن تسبب عقم تأثر على الإنجاب عند الأطفال بالمستقبل؟ كمان نسمع أنه ممكن يصير في سرطان بالخصية، وضح لنا أكثر عن الأعراض اللي ممكن تسببها. هلا الخطر الأكبر الواقع من عدم نزول الخصية وبقاء معرضة لحرارة الجسم كما قدمت الآن أكثر من مرة هو فقدان الوظيفة الإنتاجية، وظيفة إنتاج الحيوانات المنوية اللي راح يتسبب عنا عقم إذا كان الوضع بالطرفين. لذلك هذا الموضوع مهم ويجب أن يقارب، وأؤكد على ذلك، قبل نهاية السنة الأولى من العمر حتما. بقاء الخصية في البطن أو بقاء هاجرة يقال وهذا ليس أكيد أنه يعرضها أكثر لنسبة من التبدلات السرطانية. هلأ هي بالأصل النسبة ضئيلة، ولكن تتضاعف هذه النسبة عند بقاء الخصية موجودة في البطن أو ضامرة، وذلك بعمر سن الشباب أو الكهولة. لذلك إذا عندنا خصية ضامرة أو خصية بطنية ولم يمكن استئصالها أو ولم يمكن إنزالها إلى البطن، يجب استئصال هذه الخصية بعد استنفاذ وسائل العلاج الأخرى اللي هي الإنزال إلى الصفن. طيب
تفضل دكتور. هلا ما بعرف اذا انتم بتسمحوا لي في مشاكل اخرى الواقع بالكيس الصفن هامه وتؤثر على حياه ووظيفه الخصيه مثل الخصيه الهاجره واكثر. يعني عندنا نحن مثلا التهاب الخصيه بالصفن، عندنا موضوع انفتال الخصيه، دول موضوعين مهمات جدا وحيويات جدا لحياه الخصيه. هلا الموضوع الاول موضوع التهاب الخصيه، كثير بيجينا اطفال عندهم التهاب بالخصية مهمل، هذا سوف يتطور إلى تقيح في الخصية. تقيح الخصية معناتها صار في تندب بالخصية، معناتها الأنابيب المنوية ضمن الخصية انسدت والخصية راح تفقد وظيفتها. نؤكد أنه علاج التهاب الخصية يجب أن يكون إسعافي مباشرة في الساعات الأولى بعد بدء الالتهاب، ويجب أن يكون العلاج جدي وهجومي وشديد حتى ما نفقد وظيفة الخصية. الحالة الثانية الإسعافية والهامة جدا جدا وتؤثر أيضا على حياة الخصية هي موضوع انفتال الخصية. فجأة يشكو الطفل، وهي بتصير أحيانا بالأعمار المبكرة بالأيام الأولى أحيانا، انفتال في الخصية. الانفتال يعني أنه انقطع الدوران عن هاي الخصية، معناتها سوف تتعرض إلى تنخر وتموت وسوف تفقد الخصية بشكل نهائي. لذلك أيضا التشخيص يجب أن يكون خلال الساعات الأولى وبمساعدة الإيكو دوبلر. إيكو دوبلر بيحسن يشخص لنا أنه هذا انفتال خصية، أنه انقطعة التروية عن الخصية، وهون العمل الجراحي إسعافي خلال الساعات الأولى وليس الأيام الأولى. يعني نحن خلال 3-4 ساعات إذا أهمل انفتال الخصية وانقطعت التروية نهائية على الخصية سوف تتموت الخصية وتضمر ويفقد الطفل بشكل نهائي. لذلك يجب على الأهل خاصة أي تطور غير طبيعي بالصفن، أكان احمرار أو ورم أو ألم في الصفن، يجب أن يراجع الطبيب بالسرعة الممكنة ولا يؤجل ذلك لليوم التالي، لأنه الموضوع موضوع ساعات بالانفتال وهو موضوع يوم أو يومين بالالتهاب إذا لم يعالج. طيب دكتور، ذكرت حضرتك أنه في حالات تستدعي التدخل الجراحي بالساعات الأولى. اليوم نحن عم نحكي عن طفل عمره ساعات، اللي هو اليوم رح يتحمل الدخول لغرفة العمليات، هل عم يكون في آثار سلبية على جسمه كونه لسه الطفل يعني عمره ساعات؟ يعني هلأ نحن بدنا نحكي بخطة العلاج، بس كونه ذكرت حضرتك العمل الجراحي خلينا نبلش منه. هلأ الموضوع ما في خيار، نحن أمام حياة خصية مهددة بأنه نفقدها سلبياً. اليوم ما عندنا شيء سلبي على حياة الطفل إطلاقاً. اليوم بوسائل التخدير الحديثة نحن بنعمل عمليات لأطفال عمرهم ساعات أحياناً، اللي عندهم تشوهات تخدير خلقية عام دكتور أخرى. حيكون تخدير عام إجباري، تخدير العام بوجود أخصائي تخدير خبير بتخدير الأطفال والرضع، وهذا طبعاً موضوع دقيق جداً. نجري جراحة لأطفال بأعمار مبكرة جدا بالساعات الأولى. هلأ خارجا عن مثلا موضوع الخصية الهاجرة، نحن الأطفال اللي عندهم مثلا انشقاق بالبطن أو عندهم انسداد بالمري أو عندهم تشوهات أخرى، هدول يجرى لهم جراحة بالساعات الأولى من العمر تحت التخدير العام. تمام أكيد. ذكرنا الجراحة، خلينا بس نرجع نأكد على موضوع العلاج، ودائما نحن بنقول الكشف المبكر والثقافة الطبية لأي حالة مرضية بتصيب طفلنا عم توفر رحلة العلاج، كان على الطفل أو كان على الدكتور. إيمت اليوم خلينا نتوسع أكثر، احنا ذكرنا من خلال حديثك أكثر من نوع وأكثر من موضوع علاج، نحن اليوم الأهل أو الدكتور لإيمت بيعطي الطفل كم شهر ليرجع للوضع الطبيعي، وإيمت بيكون التدخل الجراحي هو الحل الأخير؟ أؤكد مرة تانية، بالنسبة للخصية الهاجرة الفترة الذهبية للعلاج هو في السنة الأولى من العمر، بين 6-12 شهر ماكسيمو. بعد 12 شهر ما بيجوز ننتظر إطلاقا، لأنه الخصية عدم غير النازلة والمعرضة لحرارة البطن
سوف تتعرض وظيفتها الإنتاجية للتلف. طيب بهاي السنة حكيم، يعني شو الإجراءات اللي بتاخدها حضرتك؟ يعني شو هي الأدوية، شو هي التوصيات اللي بتشتغل عليها ضمن هاي السنة قبل ما تروح للقرار الأهم وهو الجراحة؟ إذا في عنا نحن فتق مرافق، شخص مرافق للخصية الهاجرة، فتجرى الجراحة بأي عمر مبكر حتى بالشهر الأول أو الثاني أو الثالث. إذا ما في فتق مرافق والخصية هاجرة بدون فتق مرافق ننتظر إلى 8 إلى 10 أشهر. هلأ بالحالات الخصية القريبة من الصفن بالطرفين قبل السنة من العمر قد نلجأ إلى علاج هرموني. قد نلجأ إلى علاج هرموني في أبر هرمونية بتساعد أحياناً على كبر حجم الخصية وعلى نزول الخصية. طبعاً هذا بالحالات اللي بيكون في عندنا خصية بالطرفين ما في فتق مرافق وقريبة من كيس الصفن، بتكون بالمنطقة المغنبنية وقبل نهاية السنة الأولى من العمر حصراً. بعد السنة الأولى من العمر ما عاد في عنا وقت نضيعه. تمام، يعني دكتور من خلال حديثك يمكن ذكرت لنا أكثر من نوع علاج، إن كان تنظير بالبطن أو هرموني أو عن طريق الجراحة. خلينا نروح لموضوع الدوالي الخصية دكتور، ممكن تصيب الأطفال؟ سؤال كتير مهم. الواقع سابقا كانوا يعتقدوا أن الدوالي عند الأطفال غير موجودة أو قليلة. هلأ نحن بصراحة عم نشوف أعداد كبيرة من الأطفال بأعمار مبكرة من 7 و8 و10 سنوات فصاعدا عندهم دوالي حبل منوي، وهذا غالبا هو بالأيسر لأنه تشريح الأوعية الدموية المغذية للخصية هو بالأيسر غير الأيمن، فهذا يؤهب إلى وجود الدوالي. هلأ دوالي الحبل المنوي أيضا مثل الآلية تبع الخصية الهاجرة عم تعرض الخصية لحرارة أعلى من الحرارة المفروض تتعرض إلى الخصية، لذلك دوالي الحبل المنوي بالأعمار المبكرة ممكن نضطر فيها للجراحة. والجراحة نسبيا بسيطة وهي 90% شافية وبتحل المشكلة بشكل نهائي. طيب دكتور خلينا نروح لموضوع التوصيات ومدة الاستشفاء للطفل في حال اليوم حضرتك كحكيم قررت اليوم انه ادخاله على غرفة العمليات. نحكي عن التوصيات اليوم بعد العملية، شو هي اليوم اهم التوصيات بالنسبة للاهل كرمال هذا الطفل وقد ايه مدة الاستشفاء؟ هلا العمل الجراحي لهدول هو عمل جراحي نسبيا بسيط، يستغرق عادة بالايادي الخبيرة نص ساعة ل 45 دقيقة تبنيش عام. عادة هاي الحالات ما بيناموا بالمشفى بعد عدة ساعات، وقت بيصحى الطفل بشكل كامل من التخدير فينه يروح على البيت. هلا المفروض تكون الجراحة شافية ونهائية في العلاج. العناية بعد العمل الجراحي هي عناية الواقع بسيطة مثل عناية بأي جرح بسيط. الأطفال أحيانا بيسافروا حتى مباشرة لمحافظة تانية بدون أي إشكال، وما في شيء خاص ينعمل إذا نحن نزلت الخصية وتثبتت بالكيس بشكل نهائي، فالموضوع بالنسبة لنا الطفل بهاي الفترة بيبقى على المسكنات يعني بعد العمل الجراحي. الآلام عند الأطفال بصراحة هي بسيطة وخلال الساعات الأولى عبارة عن مسكنات بسيطة، بنعطي أحيانا دواء التهاب ليوم أو يومين مو أكثر. في كثير مراكز ايضا ما بتعطي دواء التهاب، تعطي جرعه واحده فقط قبل العمل الجراحي. فدوائيا ما في مشكله، والالام بعد العمل الجراحي نسبيا بسيطه وراحه لمده اسبوع في البيت كافي، ونعتبر الموضوع منتهي. تمام دكتور، بنسمع كثير من الامور انه ما بعرف اذا فينا نقولها شائعات او لا، انه المراه الحامل ممكن اذا كانت بتدخن او نمط غذاء معين او عندها هرمونات مخربطين ممكن ياثر هذا الشيء عند الطفل ويصير عنده هي المشكله، خلينا نوضح هذا الموضوع. هلا الواقع ما في شيء مؤكد مربوط بين التدخين أو التغذية أو الاضطرابات الهرمونية عند الوالدة وعند عدم نزول الخصية. طبعا هذا ما معناته نحن نشجع على التدخين عند الحوامل أو أنه يعيشوا حياة غير صحية،
بس ما في شيء مثبت علميا انه في علاقه واضحه بين مرض معين عند الوالده او نقص معين وبين عدم نزول الخصية. بس لا شك انه التدخين عند الوالده له مشاكل كبرى للجنين وبالمستقبل للوليد، يؤثر على حجمه، يؤثر على توعيته، يؤثر على دماغ الطفل. فالحياة الصحية للوالدة هامة جدا لحياة الجنين بشكل عام. طيب دكتور، كونه عم نحكي بالمعلومات الشائعة واليوم خلال تواجد حضرتك عم تصحح لنا إذا كان طبيا صح أو في دراسات أثبتت هي المعلومة، مثل ما ذكرت هايدي أنه أثناء فترة الحمل اليوم الطفل بعض الأسباب وبعض الدراسات عطت نسبة أنه ممكن يكون المشكلة هي خلال فترة الحمل تشكلت. أطفال داون بعض الدراسات قالوا فيها أنه خلال فترة الحمل أي اضطراب ممكن يصير بالنمو الطفل أو يصيب الأم، وهذا الطفل أنه ينكتب له أنه يخلق داون ممكن يكون النسبة عنده أكبر لهي الحالة. هاي المعلومة صح أو لا؟ موضوع الخصية الهاجرة وترافقها مع داون. هلأ نحن بنشوف أحياناً أطفال داون عندهم خصية هاجرة أكثر من غيرهم. هلأ مشاكل داون مشاكل بترافقوا بمشاكل قلبية أكثر. نعم. بترافقوا أحياناً ببعض التشوهات المعوية مثل انسداد العفج عند الأطفال. بترافقوا بمشاكل عصبية بالكولون، بصير في عندهم أحياناً إمساك مزمن يحتاج إلى علاج. فالخصية الهاجرة بالذات هن أكثر من غيرهم، ولكن مو نسبة واضحة جداً، وليس داون هي سبب مؤكد لموضوع الخصية الهاجرة. كأنه اليوم ما في دراسات مثبتة بهي الحالة طبية، يعني دائماً في شك علمي أو طبي أنه يكون هذا السبب هو السبب الأساسي بهي الحالة عند الأطفال. ليش ما عم يلتقى شيء مؤكد دكتور؟ أكيد مو هو سبب أساسي. نحن الغالبية العظمى من الأطفال اللي عندهم خصية هاجرة هن أطفال ما هن مرضى داون، ما هن مرضى داون. لذلك ما بعتقد أنه في علاقة أكيدة بين الموضوعين. ما في علاقة. تمام دكتور، يمكن ببداية حديثك ذكرت شيء عن الخصية النطاطة أو المطاطية، خلينا نوضح بشكل مبسط عن الموضوع. بصراحة كثير موضوع مهم، لأنه كثير يساء تدبيره وكثير مثل ما حكينا أنه في إفراط بالتشخيص وإفراط بالعلاج بدون مبرر. نحن كثير بيجينا أطفال أخذين موعد عمل جراحي من طبيب لأنه عنده خصية هاجرة، بنفحصه هي الخصية خصية بسموها نطاطة أو خصية نواسية، العضلة المحركة للخصية اسمها الكريمستر أو المشمرية يمكن بالعربي. هاي العضلة بتكون نامية عند هذا الطفل وهي تحرك الخصية بشدة وعنف نحو الأعلى. وقت بيسترخي الطفل، وقت بيفحص بشكل جيد، بنشوف انه الخصية ممكن ان تستقر بالصفن بحالات الراحة خارج البرد خارج التنبيه، الخصية مستقرة بالصفن. هي بنسميها الخصية النطاطة او الخصية النواسية، وهي خصية لا تحتاج الى جراحة قولا واحدا. نعم. وهي خصية يساء تدبيرها جدا، بيتعرضوا احيانا الاطفال لجراحة بدون مبرر. شكرا دكتور بداية لوجودك ولكل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما احنا ضمن صباحاتنا ومن خلال الأطباء اللي بيكونوا معنا دائما بيأكدوا على فكرة انه الكشف المبكر والاستقصاء المبكر عن اي حال ان كان عند الأطفال او عند الكبار هي اول نجاح رحلة العلاج. فبدنا نتشكر حضورك لليوم، واكيد بالصحة والسلامة لكل حد عم يشوفنا ولكل أطفالنا. الدكتور عدنان حسامي اخصائي بالجراحة البولية عند الأطفال، اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لك دكتور. شكرا.